بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات علم الامبريولوجي وعلم الاجنه. ويمكن طبعا انا عارف ان الرسومات كتير والتفاصيل كتير، بس عشان انت تبقى فاهم علم الامبريولوجي كويس جدا، ممكن تسمعه من اكتر من مكان، هتلاقيه مقلوب مثلا او بيتقال بسرعه، فانا بحاول ان انا ايه يعني احاول بحاول قد ما اقدر ان هو يتظبط معاك يعني. طبعا زي ما احنا شايفين ده الايه، نفس الرسمه اللي فوق، في تغير بسيط هنشرحه وخلاص. انت عندك هنا برضو، تعال نشوف كده نفس الكلام، ده الايه الكونكتنج ستوك، وده كنا بنسميه الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، يحيط بالجنين من بره خلاص. طيب ده اسمه اللي هو الحته الزرقاء دي، ده الامنيوتيك كافيتي تمام كده، وده الاكتوديرم تمام. طيب هنا ده الايه اليوكساك، والطبقه دي اللي هي الاندو ديرم خلاص. هنا بقى الجزء اللي في النص ما بين الاكتوديرم والاندوديرم هنسميه انترا امبريونيك ميزوديرم زي ما اتفقنا، اللي بره ده نسميه اكسترا امبريونيك ميزوديرم، اللي جوه ده نسميه انترا امبريونيك ميزوديرم. طيب تعالى بقى نشوف المعلومات الجديده اللي عندنا، كل ده قديم خلاص. اول حاجه عندنا الايه، بتبدا دايما مع البريمتيف بيت خلاص كده. طيب البريمتيف بيت هيبقى فيه هنا حاجه اسمها نوتوكوردال بروسيس، عمليه شغاله خلاص كده، عماله بتطول 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 يعني كده، بتمتد تمتد تمتد خلاص كده، لغايه لما توصل هنا الحته اللي هي بنسميها، ايوه الجمال بقى، حاجه اسمها البريكوردال بليد. طيب هنا اهو الايه، عمليه النوتوكورد بتقف خلاص، يبقى هي بتمتد من البريمتيف بيت لغايه الايه، النوتوكوردال بليد. هنا يحدث هناك ارتباط ما بين الاكتوديرم والاندوديرم، والحته بتاعت الانترا امبريونيك ميزوديرم والحته بتاعت النوتوكورد دي ما تخشش هنا في النص خلاص كده. طيب ورا برضه هنا هتجد هنا في ممبرين تاني اللي هو الكلواكا الممبرين، برضه هنا الميزوديرم ما ايه، واخد بالك، ما يعديش الكلواكا الممبرين. طيب حلو قوي. هنا في النص هنا وهنا في حاجه اسمها انترا امبرينيك ميزوديرم، بس خد بالك بقى، مش خد بالك ده اسمه انترا امبرينيك ميزوديرم صحيح، مش يعني ده اسمه انترا امبرينيك ميزوديرم، وده اسمه انترا برضه، ممكن نسميه انترا امبرينيك ميزوديرم لانه بيمتد ما بين الاكتوديرم والاندوديرم، بس الحته دي تحديدا تاخد لقب النوتوكورد، تاخد لقب الايه، النوتوكورد يعني كده، لان الحته دي بتبقى قدام البريمتيف بيت، من البريمتيف بيت للبريكوردال بليد وماشي في النص بالظبط في الميد لاين، يبقى انت بتتكلم على الايه، على النوتوكوردال بروسيس. طيب حلو قوي الكلام، حلو قوي الكلام. طيب طب مين ده بقى؟ ده البريمتيف ستريك. واضح ان البريمتيف ستريك بيبقى كودال بالنسبه للبريمتيف بيت ماشي، بينما النوتوكورد، النوتوكوردال بروسيس بيبقى كرينيال للبريمتيف بيت. عارف ان انا ممل بس لازم ناكد، النوتوكوردال بروسيس بتتم تحت المستوى بتاع الاكتوديرم، بينما البريمتيف ستريك ده هي موجوده على الاكتوديرم نفسه. طيب في ملحوظه كده خفيفه ارميها لقدام، انه عمليه النوتوكوردال بروسيس تحفز الاكتوديرم الموجود فوقيها على انه يكون حاجه اسمها نيورال بليد. نيورال بليد ده لسه هنقعد قدام يعني، بيخش في تركيب الجهاز العصبي او هيكون مع كده الجهاز العصبي، لكن المهم انه ديت ممكن حتى تلاقي من احد وظائف الميتوكوردال بروسيس انه بيحفز الاكتوديرم الموجود فوقيه ان هو يكون حاجه اسمها النيورال بليد. النيورال بليد دي بعد كده اللي هي هتبقى السنترال نيرف سيستم او الجهاز العصبي المركزي خلاص. طيب كلام جميل. ايه تاني بقى المعلومه، المعلومه الجديده برضه هنا اللي برضه المعلومه الجديده بقى كمان الموجوده في الرسم ديت، انه بيظهر حاجه اسمها هنا البريمتيف بيت بتبدا هي، انت كان عندك هنا في بريمتيف نود كتله حمراء كده، البريمتيف نود بعديها بشويه زي ما قلنا بيظهر في حاجه اسمها البريمتيف بيت، حفره. انا عندي بيبقى في كتله كده حمراء هنا، دي اللي هي الايه البريمتيف نود، بعد كده بيبقى فيها حفر، بيبدا يظهر فيها حفر تسمى البريمتيف بيت. الحفره دي بتبدا ان هي تمتد 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 وتكون حاجه اسمها قناه تسمى النوتوكوردال كانال. برضو انا عايزك عشان يبقى في يعني ايه دقه، بص عايزك تلاحظ الفرق بين الرسمتين. بص هنا كانت البريمتيف بيت لسه حاجه صغيره، هنا شوف البريمتيف بيت بدات تمتد جوه، تديني حاجه اسمها النوتوكوردال كانال، نوتوكوردال كانال. هنا بص كانت لسه النوتوكوردال بروسيس، النوتوكوردال بروسيس اللي هي عمليه الميجريشن بتاعت السيلز دي، اللي انا مصر ان انا اسميها انترا امبريليك ميزوديرم سيلز، اللي هي السيلز ديت يعني كده، شوف كانت لسه هنا في الحته دي. شوف لو انت بصيت تحت هتلاقيها لا امتدت شويه لغايه هنا، بص شوف امتدت شويه امتدت شويه لغايه لما وصلت فين، في الحته اللي هي ما ينفعش تتجاوزها، اللي هي حته الايه البريكوردال بليد، ممكن بقى تلف حواليها بس ما يبقاش اسمه نوتوكورد بقى، ده بقيه الانترا امبريليك ميزوديرم خلاص. زي ما قلنا لو انت فاكر في رسومات تاني كنا جبنا سيره الموضوع ده، وقلنا انه السيلز اللي هي الانترا امبرينيك ميزوديرم سيلز دي تيجي هنا تلاقي سد اللي هو البريكوردال بليد خلاص كده، اللي هو اسمه اوروفارينجال ممبرين بعد كده. المهم بتيجي تلاقيه سد خلاص كده فتلف حواليه ماشي، بس لو لفت حواليه بقى ديت ايه، ما يبقاش بقى نوتوكورد، نوتوكورد في الميد لاين ما بين البريمتيف نود ماشي وما بين البريكوردال بليد